الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه الجامعة المحمدية الواقعة في قرية كيدوفورا بمديرية مونات بنجن بولاية اتر براديش الشرقية الهند التي في جانب الشرقي الشعر العام بعد النهر الجاري الآن ندخل من الباب الرئيسي داخل الجامعة وهذا بوابنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هؤلاء طلابنا طلاب هذه الجامعة ومعهم المدرسون وهذه المكتبة العامة للجامعة وهذا مكتب رئيسي لشيخ الجامعة شميم أحمد العمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأنا أخوكم محمد عارف الندوي مدرس هذه الجامعة وهذه مبنى الفصول الدراسية وهذا الصف السادس من العالمية وهؤلاء طلاب هذا الصف وهذا الصف الثامن من الفضيلة وهؤلاء طلاب هذا الصف وهذا جامع الجامعة والآن ندخل داخل جامع الجامعة وفي قسم لتحفيظ القرآن الكريم باسم معهد زايد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم وهؤلاء طلاب تحفيظ القرآن الكريم وهذه كلها حلقات تحفيظ القرآن الكريم وهذا سكن الطلاب لهذه الجامعة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين